بالنسبة للمشاركات نتاعي ديجا شاركت دو تشالنج مونديال اللي صارت في 1 ابريل في ريو مايور حصلت على عملت ميدالي دو برونز واخر مشاركة عندي ديجا السبت اللي فات عملت كيف ميدالي دو برونز في اقوى تشالنج مونديال هذا اقوى تشالنج في العام يعني اللي يصير في لا كورونا في اسبانيا الحمد لله يعني حسنت وقتي وعملت يعني وقت يخول ان شاء الله باش ننجم يعني نعمل من الخمسة دوائر في شامبيون دي موند وان شاء الله يعني ربي يسهل ان شاء الله بريباراسيون مازلنا نحضر تو شامبيون دي موند مازلت لها شهرين ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله احنا اللي زاتليت التوانسه بصراحه شوف عندنا ما نقولوا في روحنا ونجموا نوصلوا نعملوا دي ميداي يعني حتى ولو تكون لي بريباراسيون يعني شويه ناقصه نجموا نعملوا راهو الميداي فهمني عندنا الفولونتي وعندنا القليب اكثر حاجه القليب واحنا راهو ناكلوا الترطون ناكلوهم ياكلوا بصراحه راهو باهي مانيش باش نلوم على الفيدراسيون خاطر الفيدراسيون هذيك الامكانيات نتاعها وهذاك اللي تنجم تعطيها تاع معناتها للاتليت وتنجم توفره له فهمني ديجا خذيت توا دو ستاج مازالوا لي دو ستاج اخرين وان شاء الله يعني ان شاء الله انا نقول ديما ان شاء الله يعني هذاك كله مع عند ربي سبحانه وتعالى توفيق من عند ربي ان شاء الله ثم حاجه باهيه باش نكون ديما ان شاء الله نفرحوا التوانسه ونفرحوا الفيدراسيون واحنا راهو نخدموا على رواحنا وقاعدين مضحيين وقاعدين نخدموا قاعدين يعني نضحيوا حتى معناتها باللي عدنا اللي عدنا قاعدين نعطيو فيه اكثر حتى من اللي عدنا ان شاء الله ربي يسهل شوف احنا توا نورمالمون 6 ولا 7 مش الشامبيون دي موند تري بيان ثم اللي باش يمشي اول مره وفما اللي مازال صغير معناتها ما تنجمش تطلب منه يعني باش يعمل لك ريزلتات في الشامبيون دي موند شوف الشامبيون دي موند راه تصير يعني عندها يعني طابع خاص مش اللي يجي تنجم انت عندك مير بيرفورمانس مونديال وما تعملش ميداي كيما تكون تنجم بعيد شويه على الوحده بعيد شويه وتعمل شوف الاكسبيريونس احنا عدنا تو ثلاثه انا وحبيبه وعمر معناتها شاركنا واحنا بريسك معناتها الكبارات في الاتليتيزم تاعهم موجودين عدنا الاكسبيريونس اللي يفرق ما بينك كنت والصغيرات هو الاكسبيريونس وكيفاش نجم يعني تطبقها تطبق وكل شيء فهمتني أنا ماهيش البريباراسيون هي اللي باش تخليك تعمل ميداية كيفاش انت نهارتها تكون لجور جي تكون حاضر فهمتني وان شاء الله تكونوا حاضرين وان شاء الله ما فما كان الخير